انا بصراحه متحرج ان انا اقول اي حاجه على لبنان. كل لا ما اقول فيك تقول كل ما اقول سقف الحريه عنا عالي، مش عمليه في السقف، عمليه ان انا كل ما اقول حاجه لبنان يقول لك ما خصك وما خصك ما تشوف بلدك. ليه اخترت تخلي زوجتك بعيده عن الاعلام وعن مواقع التواصل الاجتماعي؟ نشوف ولادك بس ما بنشوفها ابدا. انا ما اخترتش، اختيارها هي مش اختياري. زوجتي لما هي تحب انها تطلع على المواقع كده هيبقى هي باختيارها، انا ما اقدرش ان انا اطلعها، لان هي في الاخر ممكن هي يصيبها جزء من الجانب من الهجوم اللي هو موجه ليا، وانا مش عايز ان هي يعني انا فاكر والدتي الله يرحمها كانت بتعاني من الموضوع دهوت. كان هي طبعا لما طلعت قالت لي علمني اخش على الفيسبوك، حاضر علمتها تخش على الفيسبوك، علمني اخش على اليوتيوب، حاضر علمني. تيجي بقى وكان أسوأ قرار عملته، تفضل تكلمني شفت بيشتموني بيقول لك ايه ولا بيقول يا ابني كذا، قلت لها ايوه ده يا ماما ده شتيمه ليا انا مش ليك انت، انا بدا بتشتم في النص. فكان كان ده ايام سيئه جدا، يعني ندمت ان انا خليتها تخش على السوشيال ميديا. السؤال رقم 35، شو هي برايك اكبر عله بلبنان؟ اكبر عله في لبنان بالعالم العربي يعني؟ بص اقول لك، انا بصراحه متحرج ان انا اقول اي حاجه على لبنان. كل ما لا اقول فيك تقول، كل ما اقول سقف الحريه عنا عالي، مش عمليه في السقف، عمليه ان انا كل ما اقول حاجه لبنان يقول لك ما خصك وما خصك ما تشوف بلدك. بس انا هقول لك حاجه، اعتقد كل اللبنانيين من مشاهد من بره من مراقب، اعتقد هقول لك حاجه كل اللبنانيين اعتقد متفقين عليه، اعتقد ان اكبر عله في لبنان هي مشكله طائفيه. اعتقد ان دي مشكله مميزه جدا، مميزه جدا لبنان، مش اي بلد فيها كميه الطائفيه بالطريقه ديت، ان التحزب الطائفيه. شو اكبر عله بيعاني منها العالم العربي؟ العالم العربي موروثات رجعية مؤثرة على طريقة تعامل الناس مع بشر آخرين، وخصوصا الأقليات، سواء الأقليات دي كانت أقليات زي المرأة أو ناس مختلفين من المختلفين في الديانة أو مختلفين في الرأي أو مختلفين في الإيمان. دي مشكلة كبيرة جدا. سؤال رقم 36، أكثر شخصية لبنانية، شخصية سياسية لبنانية أنت معجب فيها؟ باس تماما، لأن أنا أنا هقول لك ليه باس. ليه؟ لأن أنا اكتشفت حاجة، أنت لو أنت قلتي أي حاجة بوزيتيف أو نيجاتيف على أي شخصية لبنانية هتطلع عليكي هجوم مرعب من من الطوائف الثانية. شخصية سياسية مصرية أنت معجب فيها؟ مصرية؟ انا هقول لك شخصيه اشتغلت في السياسه لكن هي مش سياسيه، لكن هو اتظلم كتير، علاء عبد الفتاح. انا شايف علاء عبد الفتاح راجل اتظلم كتير جدا، مع ان هو مش سياسي بطريقه رسميه، لكن هو واحد راجل ثوري، وعيلته وعيله سيف كلها لازم يبقى ليها كل الاحترام وكل التقدير، وللاسف عجزنا ان احنا نعمل اي حاجه ليهم يعني.